السلام عليكم، ميناسان كونيتشوا، مرحبا بكم في قناة حاتي في اليابان. فيديو النهاردة هو روتين يومي وهعمل المحشي بطريقة مختلفة شوية. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو، أتمنى أن يعجبكم. للي مش يعرفني أول مرة يشوف قناتي، أنا اسمي ميرفت، مصرية متزوجة من ياباني وعايشين في اليابان، وعندنا طفلين وحامل في التالي. وبقدم في القناة فيديوهات عن حياتنا هنا في اليابان مع زوجي وأولادي وساعات عائلتي اليابانية، روتينات وحاجات من دي. أتمنى القناة تعجبكم. هعمل الأول الفراخ. بغلي مية وبحط فيها الفرخة بعد ما أكون غسلتها كويس، وبحط معاها خضروات قطعتها زي الجزر، بطاطس، بصل، ثوم، ولو طماطمية مثلا. بحط دلوقتي الروزماري وورق اللورة وهسيبهم يغلوا. دي الكرومبة، هي مش كبيرة وهقطعها بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. بشيل الجزء الجامد اللي هو في النص ده. على فكرة الطريقة دي أنا أول مرة أجربها وتعلمتها من واحدة ألمانية، وهتعرف رأيي بعد ما نجربها. بعد ما قطعت الجزء ده بحطها في حلة كبيرة وبحط عليها مية، يعني مثلا 3/4 مثلا الكرومبة بتكون متغطية بالمية، وهحطها على النار حوالي مثلا ربع ساعة تتسلق. هحط دلوقتي توابل على الفرخة، أي توابل تحبوها. أنا استخدمت ملح وفلفل، كمون، كزبرة ناشفة، بابريكا، خل وليمون. الخل هو بيساعد تسوية اللحوم وبيدي طعم متس شوية. هطلع الفرخة واسيبها على جنب تهدى أو تبرد شوية، عشان هحط عليها تتبيلة أو هننة هتبلها. بقطع بصلة صغيرة أو نص بصلة كبيرة وفصين ثوم كبار. التوابل تقريبا نفس التوابل اللي استخدمتها قبل كده، زي مثلا ملح وفلفل، كمون، كزبرة، بابريكا، خل وليمون، وبخلطهم كويس مع بعض واتبل بيهم الفرخة. هغطيها اسيبها تتبل لحد مثلا ما اشويها، يعني حوالي مثلا ساعة اكتر، اقل حاجة زي كده.
دي الكرومبة بعد ما اتسلقت. هي الطريقة دي سهلة جدا في سلق الكرومب. الكرومب اللي هنا في اليابان مش زي اللي عندنا في مصر. اللي عندنا في مصر بيبقى ورق مفرخ كده، بيبقى مناسب اكتر للمحشي، انما اللي هنا في اليابان بيبقى مناسب اكتر مثلا للشوربة او الاكلات التانية. في مصر كنا بنقول عليه كرومب التخليل، كنا بنخلله، بس هو ده المتاح هنا فبستخدمه. بقطع العود السميك اللي بيبقى في النص ده وبرص الكرنب. مش برمي اللي قطعته من المحشي، بحطه في قاع الحلة عشان يحمي المحشي أثناء التسوية. دلوقتي هستخدم الطريقة دي، وهي مش هلف المحشي صوابع، لكن انا باخد الورقة الكبيرة من المحشي وبحطها مثلا في طبق زي كده، وبضم الطرفين على بعض. بحط رز المحشي في النص مثلا معلقة كبيرة او اتنين، وبعدين بضم اطراف الكرنب على بعضها وبحطها في الحلة زي ما هي كده. بعمل باقي الكمية بنفس الطريقة. هي الطريقة دي طبعا سهلة جدا، بتوفر وقت وجهد كبير قوي، لكن بالنسبة لي طعم الكرنب كان زايد فيها شوية عن المحشي المصري أو المحشي العادي يعني، فممكن مثلا تزودي كمية الرز في الكرنب أكتر. هعمل دلوقتي الصوص للمحشي. نص كوباية عصير طماطم او صلصة، 3 كوبايات من شوربة الفراخ، 3 معالق زيت، واقلبهم واحطهم على المحشي. هحط المحشي على النار عالية في الاول، ولما يغلي ههدي النار ولمدة تقريبا 40 دقيقة. هعمل صوص تحمير الفرخة، 2 كاتشب، 2 معالق صوص صويا او من غير صوص صويا عادي ينفع من غيره يعني، ملح وفلفل، وهقلبهم مع بعض وهدهن بيها الفرخة. ميزة الصوص ده ان بيدي طعم حلو مع اللي هو الحادق بتاع تتبيلة الفرخة، بيبقى جميل جدا جدا، وكمان بيدي لون محمر للفرخة بيبقى شكله حلو. بسم الله マジありがとうございます。これはマジあの大好きなやつですね。まあ、これは first try。ほらね、だってこれチキンでしょ。うん。マジあの好きなやつだからチキンでしょ。え、ショックの大好きじゃない。
それ私の大好きなやつですね。うん。なんだバーブチキンナオミ。大丈夫？いや、美味しい。本当？スーパーヘル。I already do it. そんなことない。キャベツが甘いですよ。まあだけどパセリあるんですよ。いやパセリ、あんまりパセリの感じしないですよ。うん、いや、いいですね。Yeah. でもこれはマハシと呼んじゃっていいんですか？マハシって何ですか？わかんない。メルボットオリジナルマハシ。メルボットじゃない、これはジャーマニー。だって、And I will check if she has マハシ or not. 絶対好きじゃないね。よし。うん、うん、美味しいけど、うん、やっぱりマシはナンバーワン。マシではない。近い。近い。うん、でもちょっと、うん、実はマシナンバーワン。どの辺が違うの？スパイスかな。スパイス？スパイスとマシモットのなんかスパイスビジュアル、ストロングとか。ごめんなさいね。これはショックの麺弟子でしょ。手でいただきます。はい。わー、いいね。ウィング、この色がいいですよ。うん、美味しい。本当に大好きね。結局ミートボーイだからね。ミートボーイ。うん、あー、私ノストップね。マシってそう、マシ、まあマシね。マハシじゃないんでしょ。マシでしょ。ジャーマニーマシじゃん。ジャーマニーマシ。マシアルバニアでしょ。アルバニア。あれ、アルマニア。アルマニア。アルマニア。じゃあ私も匂い。うん、スープも美味しい。うん。うん。美味しいね。Yeah. あのサーファスはあの甘い、ちょっと甘い。うんうん。インサイドはあのスパイスとかもあるね。うん、だからね、でもソフトでしょ。うん、ソフト。まあ、やっぱりボイルしてるからかな、最初ね。うん。美味しいね。皆さん、ちゃんとボイルしてくださいよ。見たい、ここ。こんな感じ。こっち見てるね。うん。ね。それみたい。うん。みかんだね。みかんだね。砕けちゃダメだな。うん、やっぱりここはまだまっすぐのみたいだよ。イライラと思います。そうか、そうか。はい、チーズ。これ、すごい。いや、これ、これ。何があるの？これ、これ、これ、これ。見えないけど。じゃあこれ。どんぐり？何あるどんぐり？いない。いない。وبكده ينتهي فيديو النهاردة. أتمنى يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب للي مش مشترك في القناة. هتلاقوا قناة أختي قناة ريسمس أكتينج بتقدم فيديوهات كوميديا مضحكة. أتمنى تزوروا قناتها وتشجعوا بالاشتراك فيها. شكرا لكم. ان شاء الله فيديو جديد. إلى اللقاء. باي باي.